هو الفيلم ديال السلعه اللي تيتكلم على ظاهره الهجره. يعني ماشي غير على الهجره ديال الافارقه، مي انا الفيلم غادي تشوفوا الفيلم كيهضر على الهجره بصفه عامه. يعني ما كاينه شي حاجه كتقول بان غير لي سوب سحاريان ولا هذا. موضوع هو اللي خلاني نكتبه هو هو التجار بالبشر بالناس، بحال شنو وقع مؤخرا، شنا داكشي لهذا. دونك فيلم السلعه هو فيلم بالنسبه لي انا انساني، يعني واحد الجانب انساني اللي حاولت انني نتطرق ليه ونشارك مع الجمهور المغربي، بحيث اننا صورنا في مناظر مغربيه اللي ممكن نقول عالميه، ما بين الصحراء المغربيه وما بين لوكيمدان، مدينه مراكش، غابه بوسكوره في الدار البيضاء. من طبيعه الحال الفيلم شاركوا فيه بزاف ديال الممثلين المغاربه المرموقين، زائد ممثلين من جنوب الصحراء، ناس اللي عايشين في مدينه مراكش. فهي كانت تجربه زوينه، وكنتمنى ان يعني الجمهور يتفاعل معها. كان واحد الحدث ولكن تيبان لي ماشي طريفه، لان كان معنا من الافارقه جنوب الصحراء واحد السيده اللي يعني ما قالتلناش بان عندها مشكل مع 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 العلو، لان طلعنا وكيمدن طلعنا لواحد القمه. دونك منين وصلت هي، لان الناس العادي ملي كيوصلوا تما خصو ان كاردور يلا، يعني ربع ساعه يلا باش يتقاد، هي طلعت سخفت لنا. يعني دوزنا واحد الوقيته يعني اللي تخلعنا عليها، مي مشيئة الله انها يعني رجعت للحياه فوالا وكملات. زعما يعني كنت ما باغيش نصور مع هذاك النهار، ولكن هي الحت اننا نصور. دونك فوالا هادشي اللي كاين. شكرا. فيلم من دعم المركز السينمائي المغربي، انتاج سي حسن الشاوي، مدير الانتاج محمد الكغاط، من اخراج محمد نصرت، اضافه الى طاقم التشخيص دريس الروخ، عبد النبيل بنيوي، كمال كاديمي، فاطمه الزهراء الحراش، محمود بن الحسان، حسن بديده. الفيلم صورناه تقريبا هذه شي سنه ونصف باش كملناه. دونك فوالا كنتمنى انه يروق للجمهور المغربي من بعد المرور ديالو في ميراج من طنجه. الفيلم كان ظروف شويه صعيبه، كان ظروف بحكم لان الفيلم تصور في نواحي الف ودو الرشيديه في المنطقه كامله، اضافه الى مراكش والدار البيضاء. الظروف اللي كان شويه صعيبه الظروف البيئيه ولا نقدروا نقولوا الطبيعيه، لان كنا كنصوروا في شهر 7/8، فكان درجه الحراره ما بين 50 حتى كتوصل حتى ل 50 51، عاد طلوع الجبال، فكان ظروف شويه قاصحه. ومن الاجواء اللي كانت بيناتنا الممثلين ولا ليكيب الخدمه التكنيك تاهما الله يعطيهم الصحه تبارك الله عليهم كاملين، كان ظروف بيناتنا زوينه، كانت الاجواء زوينه هي اللي خلاتنا نقدروا نكملوا الفيلم في الوقت اللي خاصو يكمل فيه ويخرج اللي صال. الحمد لله اليوم في المغرب ان شاء الله يتمنى انه يروق الجمهور ان شاء الله باذن الله. كاين طرائف بزاف، وكتلقى عقرب حدا صبعك فريمون، لقيتها هنا حدا صبعينيت كنت لابس الصنداله كتسارى في واحد مراكش. كانت واحد السيده خدامه معنا سوب سحاريان اللي جاتها شي كريز كاردياك، لان كنا طالعين واحد لاتيتيود بزاف اللي قدرت تخنقات بالتنفس، فحاولنا نجرينا باش نعتقوها. دونك كانوا الحمد لله، كان الصاد، كانت العجاج، كان بزاف الحوايج، الحمد لله. المهم هو ان الفيلم كمل في الوقت اللي خاصو يكمل ويخرج ويشوفوا الجمهور المغربي. الدور ديالي في الفيلم ديال السلعه هو دور مختلف على الادوار اللي كنت كنقدم، دور اللي متميز بالشر، ودور اللي فعلا انا شخصيا ما تنبغيش هذوك الادوار ديال الشر، واخا انني كنمثلها بشكل كبير. نتمنى ان هذا الدور هذا انني نكون متوفق فيه بشكل كبير،
وديما راه جاي. لا هو الصعوبه اللي كانت هو صعوبه لان كنا كنصوروا في اجواء اللي شويه جو كان سخون يعني كاين وصلنا حتى ل 50 درجه ديال الحراره والفيلم هانتوما غادي تشوفوه فيه مجهود كبير ولكن ملي تتخدم على شي حاجه اللي هي مهمه وكتحس بان كل شيء مهتم بالفيلم فتيهون هذاك التعب وهذاك الجو وهذاك. انا اللي بغيت هو من الجمهور هو انه باش نشجعوا الانتاج المغربي يعني خصنا ندخلوا نشوفوا الفيلم وديك الساعه كل واحد غادي يقول الراي ديالو بصراحه. هذا هو اللي كنتمنى انا. انا تجربه مهمه بالنسبه لي، انا حسيت انا مقل في السينما ما تنخدمش بزاف في السينما ولكن هذه التجربه هذه غادي تكون من التجارب المهمه اللي درت في السينما. ورساله انا كمغربي ما يمكن لي الا نشجعهم ونتمنى لهم النجاح ان شاء الله. وكاين بوادر ديال ماشي غادي نقولوا غادي نديو الكاس ولا هذا ولكن كاين بوادر ان غادي نشرفوا الكره المغربيه. لا ما عندي حتى شي اعمال في التلفازه، انا كنشتغل دابا بالمسرح. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma.